اهلا بيكم اعزائي طلبه وطالبات الصف الثالث الزراعي مجال التصنيع الغذائي في حلقه جديده من برنامجكم المفضل في بيتنا مدرسه على قناه مصر للتعليم الفني. ان شاء الله باذن الله هنبدا اولى حلقات مراجعه الامتحانات النهائيه. احنا عارفين الجدول بتاعنا هيبدا من 5/6 ان شاء الله العملي وهينتهي الى 17/6 ومن ثم هنبدا 19/6 باذن الله النظري ثم هينتهي 1/7. دايما ابنائنا الطلبه كما عودناهم حتى السابقين اللي اتخرجوا واللي كانوا بيتابعونا دايما عارفين ان احنا دايما بنقسم المراجعه الى جزئين. الكل بينشغل الى الامتحان النظر، امتحان النظر ده ان شاء الله هيبدا 19/6، ولكن خد بالك انت طالب فني ولازم تفهم ان الامتحان او الماده مقسومه الى جزئين. الجزء الاول اللي هو الامتحان العملي، ولن تمر الى النظري الا ان تعبر الامتحان العملي، ده رقم واحد. رقم اتنين، التركيز وشغل الشاغل على ان انت تبقى على النظري فقط، لا ده احنا ما بنفضلوش نهائي، لان المادة مقسومة في الدرجات الى جزئين او نصفين، نصف تقريبا على الامتحان العملي ونصف على الامتحان النظري. دايما بقول لكل ابنائنا وبناتنا الطلبة ان بوابتك مش للنجاح، لان احنا تعودنا هنا في قناة مصر للتعليم الفني في برنامجنا دايما ان ابنائنا من المتفوقين، فالمفتاح للتفوق مش هنقول المفتاح للنجاح، لا المفتاح للتفوق والامتحان العملي. ودائما اقول ان من السهل جدا ان انا اقتنص الدرجات النهائية في الامتحان العملي، وان شاء الله لما نستعرض مع بعض المجموعة اللي قد تأتي في الامتحان العملي هنعرف ان الموضوع سهل جدا ان انا اقدر اجيب الدرجة النهائية في الامتحان العملي. وذلك انا بقول هو المفتاح الرئيسي في الدرجات النهائية في مواد التصنيع الغذائي. بإذن الله إن شاء الله من دلوقتي جهز نفسك عشان في حاجة اسمها كراسة النشاط. كراسة النشاط دي اللي بتدخل بيها الامتحان، فبيستلمها منك المعلم اللي هيمتحنك عملي عشان يطلع عليها، علشان يشوف انت حضرت تقريبا 75% بتاعتنا في العام الدراسي كامل ولا لا، دونت التجارب العملية ولا لا، اشتغلتها ولا لا. ولذلك انا بقول ان دي الدرجة مضمونة في جيبك. ونبدأ كده نستعرض مع بعض الامتحان العملي. طبعا انت مش غريب عليك، دخلت الترم الاول في الصف الاول والترم الثاني في الصف الاول ثم في الصف الثاني دخلت ترم اول وترم ثاني امتحانات عملية. كراسة الامتحان العملي هي عبارة عن صفحة مقسومة الى جزئين للتذكرة عشان ابنائنا وبناتنا الطلبة ما يبقاش عندهم شيء مش عنده معلومات عنه او ما عندهمش معلومات عنه. لأ انا بذكرك تاني بشكل ورقة الامتحان العملي بتاعتك هي عبارة عن جزئين. الجزء الاولاني هتلاقي ان من الاعلى خالص مكتوب المستندات. المستندات اللي هي كراسة النشاط اللي مطلوبة من حضرتك، كراسة التدريبات العملي اللي انت هتكون ان شاء الله مجهزها وهتدخل بها الامتحان العملي. تحتها يبقى في مربع مكتوب فيه النماذج. النماذج دي عبارة عن يا نموذج لخامة، يا نموذج لأداة، يا نموذج لمنتج. وفي بعض المواد، ان احنا عندنا ثلاثة مواد في مجال التصنيع الغذائي زي مادة حفظ وتصنيع اللحوم، هتلاقي فيه نموذج لنوع من انواع الفساد او في مادة الصناعات الغذائية. وبالتالي يبقى دي مجموعة من النماذج المطلوب من حضرتك او من حضرتك انك تتعرفي عليها في الامتحان العملي. الجزء الاخر من الكراسة هي عبارة عن المهارة او التدريب العملي بتاعك. هيجيب لك مهارة من المهارات اللي المفروض حضرتك هتتعرف عليها مكتوبة وتبدأ تأديها وتنفذها. مع بعض كده هناخد جزء جزء. رقم واحد المستندات. تعال نشوف كده مع بعض. اول حاجة كراسة النشاط، يبقى انت مستعد ان يكون معاك كراسة النشاط. انا بعتبر ان كراسة النشاط هي عبارة عن درجة مجانية للطالب والطالبة. كراسة مش هتبذل فيها مجهود، لان انت المفروض على مدار العام الدراسي كنت بتحضر مع المعلم بتاعك في المعمل وبتسجل وتدون التجارب العملية في كل درس عملي، وبالتالي هي تعتبر درجة مجانية. قد يكون عليها 5 درجات كاملة وقد يكون عليها 3 درجات، فبالتالي من الصعب ويبقى شيء مش جيد خالص
ان ابنائنا وبناتنا الطلبة يفقدوا تقريبا ما يخرج من 5 درجات على كراسة النشاط. فلو انت عندك فيها اجزاء مش كاملة، لو سمحت ارجع تاني للتدريبات العملية اللي موجودة في نهاية كل واحدة واستكمل الكراسة بتاعتك. وانا بقول لك الكلام ده ليه؟ لان غالبا المهارة اللي بتيجي في الصفحة التانية اللي عليها 10 درجات، اي ما يقرب من نصف الدرجة، هي عبارة عن احدى المهارات الموجودة في نهاية كل واحدة. في نهاية كل واحدة في حاجة اسمها التدريبات العملية، فهتلاقي اكتر من مهارة في الدروس العملية. وبالتالي لو انا عندي 3 أو 4 مهارات في كل واحدة في 5 أو 6 وحدات، فانا عندي حوالي 18 مهارة لن يخرج الامتحان العملي في مهارة من احدى هذه المهارات. فبالتالي مراجعتك لكراسة النشاط هي مراجعة للمهارات الموجودة في نهاية كل واحدة. يبقى رقم 1 هينطلب منك كراسة النشاط. عندي نصيحة ليك وانت داخل، عشان لما ندخل بعد كده على النماذج، خد بالك ان انت هتقف على بنج وهيكون بينك وبين الطالب الاخر مسافة، وان شاء الله يكون معانا الاجراءات الاحترازيه ويكون معاك الكمامه بتاعتك كمان، فهيبقى في كمان مسافه بينك وبين زميلك اللي موجود معاك في الامتحان. مش عايزك تشغل بالك باللي موجود عند زميلك، لان زميلك هيبقى امامه نماذج مختلفه عن النماذج اللي موجوده امامك. فبالتالي ركز في النماذج الموجوده امامك، سواء جالك نموذج لخامه او نموذج لمنتج او نموذج لأداة. فبالتالي ركز لو سمحت في النماذج اللي موجودة امامك، ما تشغلش بالك بزميلك الموجود على مسافة من جوارك، لانه عنده نماذج ومهارة مختلفة عن اللي موجودة امامك. دي كده نصيحة مهمة لكل ابنائنا وبناتنا الطلبة. تعالوا بقى نتعرف على نوعية النماذج اللي موجودة عندنا. هنشوف كده ايه اول نماذج ممكن نبدأ بيها الامتحان العملي بتاعنا. امامك بعض النماذج المطلوب التعرف عليها وتدوينها. طبعا اول نموذج النموذج الخامة. تاني، عندنا 3 انواع من النماذج هيقابلنا في الامتحان العملي. رقم 1 نموذج لخامة، رقم 2 نموذج لمنتج، رقم 3 نموذج لأداة، وفي بعض المواد الاخرى في التصنيع قد يضاف نموذج لنوع من انواع الفساد. خلينا في مادة العجائن والمخبوزات، عندنا 3 انواع من النماذج. خد بالك ان تقريبا الدرجة قد تكون 30 درجة في مادة العجائن والمخبوزات في الجزء العملي. فبالتالي لو عندنا 5 على كراسة النشاط، فالتلات نماذج كل نموذج هيقابلك تتعرف عليه 5 درجات. انا ليه بقول لك الكلام ده؟ لان غالبا لما هترجع للوحدات بتاعتنا والاجزاء اللي احنا درسناها وشفناها مع الحلقات بتاعتنا هنا، ان عندنا 6 وحدات في مجال التصنيع الغذائي او في مادة العجائن والمخبوزات. عندنا الوحدة الاولى اللي هي تعريف العجائن وانواعها والخلطات، عندنا الوحدة التانية صناعة المكرونة والنودلز، عندنا في الوحدة التالتة صناعة الحلوى الشرقية، عندنا في الوحدة الرابعة صناعة البسكويت، عندنا في الوحدة الخامسة صناعة الكيك والكريمات، عندنا في الوحدة الستة البصق الحراري والأغذية الخفيفة والمورقات. أنا ليه بقول لك الكلام ده؟ لأن كل وحدة عبارة عن منتج معين، وبالتالي عشان أصنع المنتج اللي موجود في كل وحدة يلزمه خامات، وبالتالي الخامات لن تخرج عن الخامات المطلوب تصنيع منتجات منها في كل واحدة. خد بالك في جزء هطمنك ليه. لما بيجي المعلم يروح عشان يعد لسيادتك الامتحان العملي، فهو يعده دائما من داخل المعمل بتاعك. فما تقلقش، سواء كان الخامات او المنتجات او كمان المهم قوي الادوات، فلن تخرج الادوات اللي موجودة ايضا في الامتحان عن الادوات اللي سيادتك شفتها على مدار 3 سنين في معمل الصناعات الغذائية والعجائن. لان حضرتك خدت مادة في اولى 4 مواد في تانية و3 مواد
في الصف الثالث، فبالتالي مش هيجي أداة من الخارج، مش هيجيبها معاه من الخارج، هتبقى غالبا هي أدوات تم استخدامها من قبل المعلم وسيادتك أثناء العام الدراسي، فبالتالي يبقى سهل التعرف عليها. أيضا لما أجي أتكلم في الخامات في مادة زي مادة العجائن والمخبوزات، أو حتى إن شاء الله لما نشوف مادة الصناعات أو اللحوم، فتقريبا الخامات اللي حضرتك هتشوفها مش محتاجة كمان طالب فني دخل المعمل عندنا، ده هي عبارة عن خامات متواجدة في المنزل عندك، وغالبا بتستخدمها في المنزل عندك في صناعة بعض المنتجات الغذائية، أو بتشوفها كمان في الخارج يا إما في السوبر ماركت أو المحلات، وبالتالي سهل قوي تتعرف عليها، وعيب قوي ويبقى صعب قوي على أبنائنا وبناتنا إنه ما ياخدوش الدرجة النهائية في امتحان في مادة من مواد التصنيع الغذائي، أصلا من الأساس معظم خاماتها ومنتجاتها إحنا بنستخدمها كمان داخل المنازل اللي موجودة عندنا في البيوت. تعالوا نشوف مع بعض كده نماذج للخامات اللي موجودة عندنا. أول نموذج للخامات، طبيعي أنا في مادة عجائن والمخبوزات، فمن الطبيعي إن وارد يجي لي أول خامة عبارة عن الدقيق. المطلوب مني إيه بقى؟ المطلوب إن أنا أسجل اسم الخامة في الصفحة الأولى لما يبقى موجود عندي اسم نموذج الخامة، هكتب له اسم الخامة دقيق، ويا سلام لو كتبت جنبه بقى الاستخلاص بتاعه. انا جايب لك اكتر من نوع من الاستخلاص زي ما انت شايف في الصورة، ففي استخلاص الحبة الكاملة، وفي استخلاص 87%، وفي استخلاص 82%، واستخلاص 72%، وغالبا في الامتحان علشان معظم تقريبا التجارب العملية بتبقى على استخلاص 72%، فهيجي لك دقيق فاخر 72%. بتقول له اسم الخامة دقيق، وممكن تضيف له كمان هو بيستخدم في ايه. يعني وارد ان انا اقول بستخدمه مثلا في صناعة العجائن، ولو عايز تخصص اي نوع من انواع العجائن مفيش ادنى مشكلة خالص، مجرد انك تكتب اسم الخامة وانك تكتب كمان بيستخدم في ايه، تخيل كده بتاخد 5 درجات بمنتهى السهولة على خامة من الخامات السهلة اللي انت بتشوفها في المعمل عندنا او بتشوفها في المنزل عندك في البيت، فبالتالي صعب ان محدش فينا يعرف خامة زي خامة الدقيق. تعالوا نشوف بعض الخامات الاخرى. خامة مشهورة معروفة عندنا في المعامل وموجودة عندنا كمان في المنازل، وهي عبارة عن سكر السكروز اللي هو سكر المائدة اللي احنا بنسميه بالبلدي او بالمعنى الدارج سكر الشاي. انا بكتب له اسم الخامة سكر السكروز، ايضا اكتب له يستخدم في ايه، يستخدم في صناعة العجائن. عايز تخصص اي نوع زي الحلوى مثلا الشرقية مفيش ادنى مشكلة خالص، مجرد انك تكتب اسم الخامة تاني وتكتب بيستخدم فيه وتتعرف عليها، ده نموذج سهل جدا انك تعرفه عليه 5 درجات. تعالوا نشوف نموذج اخر من الخامات المستخدمة عندنا. خامة سهلة جدا نتعرف عليها، موجودة عندنا اما في المعامل او كمان بنجيبها واحنا بنستخدمها في صناعة البسبوسة، اللي هي دقيق سميد السيمولينا، يا اما عملناها تجربة عملي يا اما كمان في المنازل عندنا استخدمناه في صناعة البسبوسة او البسيمة او الهريسة. ممكن اكتب استخدامه يستخدم في صناعة البسبوسة. كده انت بتاخد الدرجة بتاعتك درجة كاملة في التعرف على نموذج الخامة. تعال نشوف كمان نموذج اخر من نماذج الخامات. مين مننا سواء ابنائنا وبناتنا الطلبة او حتى مشاهدينا ما يعرفش زيت الطعام؟ سهل جدا، زي ما بقول لك من الصعب ان ابنائنا وبناتنا الطلبة يفقدوا درجات في مواد التصنيع الغذائي خصوصا في الجزء العملي. اسم الخامة زيت طعام، تكتب يستخدم في صناعة منتجات العجائن بشكل عام، خامة من الخامات الدارجة اللي احنا بنستخدمها في صناعة العجائن والمخبوزات. تعالوا نتذكر بعض الخامات الاخرى في صناعة العجائن والمخبوزات. من ضمن الخامات اللي سهلة البيكنج باودر اللي هي المادة الرافعة، وارد يجيب لي البيكنج باودر، وارد يجيب لي النشادر، وارد يجيب لي كربونات الصوديوم، دي كلها عبارة عن مواد رافعة نستخدمها في صناعة العجائن والمخبوزات، وسهل كمان ان انا اتعرف عليها، ان ما كانش من الشكل بتاعها ممكن اعرفها من الرائحة بتاعتها لو هي كمان باكنج نشادر ولا حاجة، فسهل قوي ان انت تتعرف
عاليه، يبقى بسجل اسم النموذج اللي هو البيكنج باودر تستخدم في صناعه ايه؟ كنا بنستخدمها في صناعه الكيك، كنا بنستخدمها في صناعه البسكويت، سيان كتبت الكيك، سيان كتبت البسكويت، فيعتبر الاجابه بتاعتك اجابه سليمه وصحيحه. تعالوا نشوف نموذج اخر، مين ايضا فينا ما يعرفش الزبده الصفراء؟ تعتبر نوع من انواع الدهون الذي يستخدم بشكل كبير في صناعه معظم انواع العجائن. يبقى تقريبا كده حتى وانت بتسترجع معايا الخامات، انت شايف معظم الخامات اللي انت استخدمتها يا اما في المعمل او استخدمها المعلم معاك في تاديه التدريبات العمليه، او انت كمان عارفها لانها موجوده عندك في المنزل بنستخدمها، سواء انت بتستخدمها او ماما في البيت كمان بتستخدمها وهي بتصنع بعض المنتجات في المنزل، فسهل قوي تتعرف على حاجه زي الزبده الصفراء او زيت الطعام او الدقيق او حتى الخميره لما هنشوف حاجات كلها من نماذج الخامات السهل التعرف عليها. بتسجل على طول اسم الخامه، بتكتب زبده صفراء تستخدم في صناعه البسكويت مثلا على سبيل المثال، تعتبر نوع من انواع الدهون المستخدمه في صناعه العجائن. ايضا مين ما يعرفش السمن النباتي او الشورتنج، يعتبر من نوع من انواع الدهون المستخدمة ايضا في صناعة العجائن والمخبوزات. هتكتب اسم الخامة سمن نباتي، يستخدم ايضا في صناعة منتجات العجائن بشكل عام. نوع اخر من الخامات المستخدمة ده عبارة عن عسل الجلوكوز، وعسل الجلوكوز كنا بنستخدمه يا مستر، كنا بنستخدمه. ارجع اذكرك تاني، عندنا الوحدة التالتة عبارة عن الحلوى الشرقية، يعتبر من اشهر السكريات الاحادية المستخدمة في صناعة الحلوى الشرقية، وغالبا قد نستخدمه في صناعة السيرم او الشربات اللي بيتم بعملية سقي ليه البسبوسة او الهريسة او البسيمة، او لو هنحط فيه جزء من الزلابية لو احنا بنصنع نوع من انواع المنتجات الحلوى الشرقية. بتسجل اسم الخامة زي ما احنا شايفين كده عسل الجلوكوز، تاني عسل الجلوكوز يستخدم ايضا في صناعة الحلوى الشرقية بشكل عام. ده نموذج للنموذج من الخامات المستخدمة في مادة العجائن والمخبوزات. ده نوع اخر من انواع الدهون. مين فينا ايضا في المعامل بتاعتنا ما استخدمش صناعة الفطائر او ما شافش صناعة الفطائر ومارس صناعة الفطائر؟ وغالبا كنا بنستخدم نوع من انواع الدهون يسمى المارجرين في صناعة الفطائر، نوع مشهور من الخامات ايضا، وارد يجيلي في الامتحان العملي يجيلي قطعة منه نموذج زي ما احنا شايفين، فبالتالي هكتب اسم الخامة سمن مارجرين يستخدم في صناعة الفطائر. تعال نشوف نوع اخر من الخامات المستخدمة. طبعا مين برضو ما يعرفش البيض الطازج؟ البيض الطازج بيستخدم بشكل كبير في صناعة البسكويت، وبيدخل في كتير من منتجات العجائن والمخبوزات. بتسجل اسم الخامة بيض طازج، يستخدم في صناعة الكيك او في صناعة البسكويت، يستخدم في العديد من منتجات العجائن والمخبوزات. تعالوا نشوف خامة اخرى، مين ايضا ما يعرفش ملح الطعام؟ ملح الطعام ايضا من الخامات المشهورة اللي بنستخدمها في معظم صناعات العجائن والمخبوزات، وبالتالي خامة من السهل التعرف عليها. هندرك واحنا شغالين مع بعض كده ان من السهل ان انا اتعرف على الخامات اللي موجودة في صناعة العجائن والمخبوزات. بتسجل اسم الخامة ملح طعام، استخدم ايضا في صناعة منتجات العجائن بشكل عام. مين ايضا ما يعرفش الخميرة الطرية او الخميرة الطازجة؟ دي اسمها الخميرة، تستخدم في العديد من صناعة الخبز مثلا على سبيل المثال صناعة الخبز البلدي. ايضا نوع اخر من الانواع المشهورة اللي هي الفانيليا، بنعرفها كمان من الريحة بتاعتها، وكنا بنستخدمها في صناعة البسكويت، لان احنا في صناعة البسكويت بنحط جزء كبير جدا من البيض، او حتى في صناعة الكيك بنحط جزء كبير جدا من البيض، وعشان ندي نكهة تضيع جزء من رائحة البيض فكنا بنضيف الفانيليا. تعتبر خامة من الخامات ايضا التي تستخدم في صناعة العجائن والمخبوزات.
تعال نشوف بقى، هننقل على نموذج اخر، هنشوف نموذج اخر امامك بعض ايضا النماذج المطلوب التعرف عليها وتدوينها، من ضمنها نموذج لمنتج. الموضوع هيبقى سهل جدا، ارجع للست وحدات اللي موجودين عندنا في مادة العجائن والمخبوزات. لو انا اتكلمت في الوحدة الاولى، فانت في الوحدة الاولى كنا بنتكلم على انواع العجائن، فكان منها ايه؟ كان منها العجائن السائلة، انا براجع معاك هو جزء كمان من النظري مع العملي، كان فيها العجائن المطاطية، كان فيها العجائن الجامدة، وكنا بندي امثلة ليها ونقول مثلا عجائن سائلة فكان عندي نوعين، يا اما الخبز البلدي يا اما الكيك. طب لو كان عندي عجائن مطاطية كتير، عندي الفينو، عندي البقسماط، كل دي نوع من انواع العجائن المطاطية. عندي العجائن الجامدة كان على رأسها الكحك اللي بنستخدمه في العيد، يعتبر من العجائن الجامدة. اذا دي منتجات، فوارد يجي لي منتج من هذه المنتجات. لما انقل على الوحدة التانية فهلاقي صناعة المكرونة والنودلز، فبالتالي وارد يجي لي منتج او عينة من منتج المكرونة، والمفروض اتعرف عليه وسهل ان انا اتعرف عليه، ان مين فينا ما يعرفش المكرونة. الوحدة الثالثة الحلوى الشرقية بشكل عام، وكان على رأسها حلوى المولد النبوي، فوارد يجي لك قطعة من قطع حلوى المولد النبوي او يجي لك قطعة من قطع الحلوى الشرقية، سواء كان بسبوسة او بسيمة او هريسة او زلابية. ايضا ترجع لي الوحدة الرابعة البسكويت بجميع انواعه، فبالتالي يعتبر منتج من منتجات العجائن والمخبوزات. لو رحنا للوحدة الخامسة هنلاقي الكيك على سبيل المثال، منتج من منتجات الوحدة الخامسة. لو رحت الوحدة السادسة هتلاقي صناعة المورقات اللي على رأسها الفطير او البسق الحراري اللي هي السناكس بشكل عام. تعالوا نشوف كده النموذج لمنتج من منتجات العجائن والمخبوزات. اللي قدامنا دي طبعا اكيد كلنا هنعرفها بمنتهى السهولة، هي عبارة عن المكرونة. بتسجل وتكتب في الخانة بتاعتك اسم المنتج المكرونة. تخيل بمنتهى البساطة ان انا اعرف ان النموذج اللي قدامي ده هو المكرونة، وان انا اسجل اسم المكرونة كده باخد 5 درجات. لذلك بقول من الصعب على اي حد من ابنائنا وبناتنا الطلبة انه يفقد هذه الدرجات في الامتحان العملي. ده نوع اخر من المنتجات العجائن والمخبوزات سهل نتعرف عليه، اللي هو الكيك. سواء بقى جالي الشكل ده، جالي فورمة تانية، جالي اي نوع من انواع الكيك، سهل ان انا اتعرف في النهاية على اي صنف من اصناف الكيك. اللي يختلف معايا الشكل بتاعه، سواء كان قطعة مربعة او قطعة دائرية حسب ما هيجي بالي، ولكن سهل جدا ان انا اتعرف على نموذج الكيك. فوجي في الامتحان فانا بكتب له اسم المنتج بتاعي الكيك. تعال نشوف نموذج لمنتج اخر، مين ايضا ما بيستخدمش الفينو، مين فينا ما بياكلش الفينو. يعتبر الفينو من احدى منتجات العجائن والمخبوزات، كنا بناخده على سبيل المثال في الوحدة الاولى في العجائن المطاطية. بتسجل اسم المنتج الفينو، ايضا منتج معروف ومشهور بنستخدمه في الوحدة السادسة في المورقات، هو عبارة عن الفطير المشلتت. فانت بتسجل اسم المنتج الفطير المشلتت، وبالتالي سهل قوي ان انا اتعرف عليه واكتبه. انا جايب لك تشكيلة من الحلوى الشرقية اللي على رأسها حلوى المولد النبوي، وارد يجي لي يا تشكيلة يا يجي لي قطعة من قطع حلوى المولد النبوي، سهل اللي انا اتعرف عليها ان كانت سمسمية او حمصية او فولية او جوزية او ملبن او ملبن محشو، اي نوع من انواع حلوى المولد النبوي. فانت بتسجل اسم المنتج حلوى المولد النبوي. لو عايز تخصصه، لو هو جاب لك منتج بعينه سهل التعرف عليه. لو جايب لي حمصية، قرص حمصية معروف، قرص السمسمية معروف. لو جايب لي نوع من انواع السمسمية المضغوطة على بعضها خالص اللي هي العلف، طبعا شكلها بقى معروف. لو جايب السودانية معروف، لو جايب الجوزية ايضا بتبقى معروفة، لو جايب الملبن بيبقى معروف. ده نوع من انواع الحلوى الشرقية اللي ما بين قوسين حلوى المولد النبوي. تعالوا نشوف نموذج اخر. طبعا مين فينا ما يعرفش اصلا وما كلش البسبوسة، سواء عندنا في المعامل عمل تجارب عليها او في المنزل عندنا اتعملت في البيت وتم تصنيعها، اللي هي البسبوسة. بنسجل على طول اسم المنتج البسبوسة.
خد بالك ان دي فعلا نماذج حيه بتجيلك في الامتحان العملي. يعني لو جاب لك على سبيل المثال قطعه من البسبوسه حطها لك في طبق وموجوده قدامك ويقول لك ده اسم منتج، ويبقى في ورقه قدامك مطلوب التعرف على اسم المنتج ده، مجرد ما هتشوفها انت اكيد هتعرفها وهتعرف ان دي البسبوسه، فانت هتسجل وتدون اسم المنتج وما بين قوسين البسبوسه، ولو عايز تكتب حلوى شرقيه وما بين قوسين البسبوسه مفيش مشكله خالص، كده كده هتاخد الدرجه كامله اللي هي الخمس درجات بتوع نموذج المنتج. تعال نشوف منتج اخر من المنتجات المعروفه والمشهوره عندنا في صناعه العجائن والمخبوزات في باب ايضا الوحده السادسه المورخات، الكرواسو. غالبا يا اما بنستخدمه في المعامل او صنعناه او كمان بنشتريه او بنصنعه داخل المنزل عندنا، فبتكتب اسم منتج ما بين قوسين الكرواسو. يعتبر كلها نماذج لمنتجات مشهوره احنا بنستخدمها او استخدمناها في المعمل او خدناها في المنزل تناولناه في عملية سهلة جدا. ايضا البسكويت بكل انواعه بقى، وارد يجيب لي البسكويت السادة، وارد يجيب لي بسكويت النشادر، فانت بتسجل اسم الخامة اسم المنتج الموجود عندي البسكويت. مش ممكن يجيب لي النوع اللي انا بشوفه ده اللي هو البسكويت اللي انت شايف الجاف اللي بيستخدم فيه الشاي، ممكن يجيب لي البسكويت الجوفريت اللي هو محشي بالشوكولاتة ومغطى بالشوكولاتة من الخارج، وارد يجيب لي بسكويت النشادر اللي هو بسكويت العيد، فانت بتسجل في النهاية اسم المنتج بسكويت. لو هو نوع معين عايز تخصصه مفيش مشكلة عندنا خالص، خصص المنتج بتاعك هتاخد الدرجة كاملة بإذن الله. بننقل على نوع آخر من النماذج المطلوب التعرف عليها. خد بالك هنا انا عرضت عليك نموذج لخامة، نموذج لمنتج تاني، ان احنا دايما في مواد التصنيع الغذائي العملية بتمشي بالتسلسل الطبيعي. طبعا خلاص احنا خدنا على جنب اللي هي كراسة النشاط في الاول خالص، ولكن لما باجي اخد نموذج لخامة فالخامة هصنع منها ايه؟ منتج، يبقى هاخد نموذج لمنتج. طب عشان استخدم الخامات عشان اوصل للمنتج بتاعي اكيد هستخدم ادوات داخل المعمل بتاعي. هي بعض ابنانا وبناتنا الطلبة يقلق، لا ما تقلقش، مفيش اداة من الادوات اللي هتتعرض عليك كنموذج في الامتحان العملي مش موجودة عندك في المعمل. لان لسه بقول لما بيروح المعلمين علشان يجهزوا الامتحان العملي لسيادتك فبيجهز الادوات الموجودة في المعمل، فغالبا سيادتك استخدمتها بشكل كبير على مدار الثلاث سنوات اللي انت عاصرت او دخلت فيها معمل الصناعات الغذائية والعجائن. والحمد لله على مستوى الجمهورية عندنا في معاملنا كل التجهيزات اللازمة للتجارب العملية الموجودة عندنا في الوحدات اللي احنا بندرسها في مواد التصنيع الغذائي. لذلك هتلاقي دائما الادوات هي ادوات تم استخدامها في المعمل، لن تخرج عنها ابدا، ومش هتيجي اداة من الخارج، وبالتالي هتلاقي النموذج دائما بتاع الاداة موجود قدامك من داخل المعمل بتاعك. ارجع تاني برضو لو انت قلقان ما عنديش مشكلة خالص، لو انت بتتابع الحلقة هتشوف تقريبا معظم الادوات اللي احنا بنستخدمها في معاملنا. ارجع تاني للكتاب بتاعك شوف الصور للادوات اللي احنا بنستخدمها في الوحدة عشان تتذكر، مفيش مشكلة خالص. ولكن دايما انا بقول ان حتى معظم الادوات اللي احنا بنستخدمها في المعامل انت بتشوفها كمان لان معظمها موجود عندنا في المنازل، او بتشوفها لما بتروح تشتري بعض المنتجات من المخابز الافرنجية. تعالوا نشوف مع بعض كده نماذج للادوات بتاعتنا، نموذج للاداة طبعا ده عبارة عن منخل سلك. طب كنا بنستخدمه في ايه مستر؟ كنا بنستخدمه في نخل ايدي، خصوصا لو احنا بنصنع خبز بلدي او بنصنع نوع من انواع الخبز البلدي. طبعا كنا بنستخدم المنخل السلك ده في عينات اصغر منه اللي هي مناخل صغيرة، لو انا بستخدم دي فاخر 72% في الكميات الصغيرة، وهوريك ايضا نموذج ليه المصاف الصغيرة او المناخل الصغيرة او الاقماع بتاع التصفية الصغيرة. لكن المنخل معروف، منخل السلك مشهور جدا حتى عندنا في بعض المنازل، كان مستخدم قديما كمان في صناعة الخبز البلدي او الخبز المرحرح في بعض المنازل اللي كانت بتستخدم الافران اللي هي الداخلية في المنازل. تعال نشوف مع بعض كده، بنسجل على طول اسم الاداة منخل سلك. لو انت عايز تكتب يستخدم فيه انا ما عنديش مشكلة خالص، اكتب يستخدم في نخل الدقيق، ايضا هتاخد الدرجة بتاعتك درجة كاملة ان شاء الله.
مين ما يعرفش المضرب اليدوي بتاع البيض، يا اما موجود عندنا في معاملنا يا اما موجود في المنازل عندنا. ده اسمه مضرب، اسم الاداه مضرب يدوي. مضرب يدوي بنضرب بيه البيض، بيستخدم في ضرب البيض او خلط الخامات، يا اما البيض مع السكر يا اما البيض مع السكر والسمنه على حسب نوع الخامات او المنتج اللي انا هستخدمه في عمليه التصنيع. نموذج ايضا لاداه من الادوات طبعا، يا اما مضرب يدوي يا اما مضرب كهربائي، فغالبا ممكن يجي لي يا اليدوي يا هيجي لي المضرب الكهربائي، وغالبا الاثنين موجودين في تقريبا معاملنا على مستوى الجمهوريه. مفيش معمل عجائن ومخبوزات على مستوى الجمهوريه في مدارسنا مفيش فيه يا اما المنخل السلك اللي انت شفته او المضرب اليدوي، ولو مش موجود المضرب يدوي هتلاقي المضرب الكهربائي. في كلتا الاحوال هيجي لك نموذج منهم من اللي موجود عندك داخل المعمل، من اللي انت شفته واستخدمته داخل المعمل بتاعك مع المعلم اثناء تاديه المهارات العمليه اللي موجوده في كل وحده. ايضا تعتبر اداه مشهوره استخدمناها كتير في معاملنا اللي هي اداه تشكيل البيتفور. مجرد ما هتشوفها هتعرفها لان انت استخدمتها في تصنيع البيتفور، وايضا استخدمناها في المنازل لو احنا عندنا في المنزل اداه لتشكيل البيتفور. تعال معايا كده نشوفها على الشاشه، سهل التعرف عليها ما هيش صعبه خالص. هي اداه عباره عن قمع طويل او اسطوانه دائريه لها مكبس من الاعلى ومن الاسفل في فورمه او في اف، وتحتيه فرم كتيره او عديده زي ما انت شايف. فبالتالي بكتب اسم الاداه ماكينه تشكيل البيتيفور، سهل حتى انا جايب لك الشكل بتاعها، جزء من العجين خارج من احدى الفرم بتاعتها، فبالتالي سهل التعرف عليها بمنتهى السهوله. نموذج اخر للادوات كنت بقول لك فيه المنخل السلك، لا ده بقى ايه، قمع تصفيه صغير او قمع للنخل صغير، يعتبر قمع تصفيه لو انا هصفي ايضا حاجات او جزء من السوائل، لو انا عندي جزء من السوائل، لو انا عندي مثلا زي اللبن لو انا هستخدمه في احدى تصنيع منتجات العجائن والمخبوزات زي صناعه البسكويت مثلا على سبيل المثال، فانا ممكن استخدم قمع التصفيه. ممكن استخدمه ايضا في عمليه ترشيح للدقيق، لو انا عايز في الدقيق الفاخر ل 72% اتاكد ان مفيش فيه شوائب خالص ممكن استخدم القمع الدقيق ده، لكن غالبا احنا هنستخدمه لو في حاله اضافه سوائل في عمليات التصنيع. تعال نشوف ايضا اداه من الادوات، طبعا ده معروف ومشهور، قالب تشكيل كيك. له فرم عديده في معاملنا، له فرم عديده في معاملنا. شرط ممكن يجي لي بالشكل اللي انت شايفه الدائري، ممكن يجي لي بالشكل الاسطواني، ممكن يجي لي بالشكل المستطيل، ممكن يجي لي بالشكل المربع، ممكن يجي لي بشكل اللي هي الكب كيك الصغير. فبالتالي ما تقلقش خالص، في النهايه هي اسم الاداه قالب تشكيل الكيك. وارد لا يخلو معمل من معاملنا من العجانات، فوارد يحط لي العجان على انه نموذج من من نماذج الادوات اللي احنا بنستخدمها داخل المعمل. غالبا معظم معاملنا فيها العجان الرأسي اللي انت شايفه موجود قدامك، مع اختلاف بسيط في بعض انواع التصميمات، لكن في النهاية انت هتتعرف عليه لان ده اللي كنت بتستخدمه في تشكيل العجائن او في عملية انضاج العجائن اثناء اضافة الماء او اضافة السوائل الى الدقيق عشان اكون في النهاية كتلة العجين اللي انا هستخدمها في اي منتج من منتجات العجائن، سواء بقى كنت هستخدم عجائن سائلة او عجائن مطاطية او عجائن جامدة. سهل انك تتعرف عليه، وارد يجيبولي نموذج ويوقفني قدامه ويقول لي تعرف على نموذج الاداة اللي موجود قدامي ده، فانا هكتب له عجان رأسي، ولو عايز اكتب له واستخدم فيه تكوين العجائن والمخبوزات ما عندناش ادنى مشكلة خالص. هتكتب زي ما احنا شايفين كده اسم الاداة عجان رأسي، غالبا معظم معاملنا فيها العجان الرأسي. ايضا يعتبر مشهور جدا، هو عبارة عن الفرن الدوار باختلاف انواعه، قد يكون له انواع متعددة ولكن في النهاية هو الفرن الدوار اللي بيستخدم في تسوية جميع منتجات العجائن والمخبوزات، وغالبا بيبقى موجود في معظم معاملنا مع اختلاف شكله مع اختلاف حجمه، مش هنختلف في الشكل ولا الحجم ولكن في النهاية كلنا بنعرفه ومعروف انه عبارة عن الفرن
الدوار، مستخدم في ايه؟ مستخدم في تسوية منتجات العجائن والمخبوزات، وبالتالي سهل ان سيادتك تتعرف عليه وتقدر تحطه عندك في الكراسة او في الصفحة بتاعتك في نماذج او الصفحة الاولى في النموذج بتاع الادوات. كده بيكون انتهينا تقريبا، جزء كان مهم قوي، تقريبا عليه ازيد من نص الامتحان بحاجة بسيطة. يبقى ارجع كده افكرك تاني، سيادتك عندك صفحتين، دي الصفحة الاولى، تاني عندك صفحتين او الكراسة بتاعتك مقسومة لجزئين، فيها صفحة اولى صفحة اتنين. الصفحة الاولى دي اللي احنا خلصناها، اللي عبارة عن ايه تاني عشان تسترجع معايا؟ عبارة عن رقم واحد المستند بتاعي. المستند اللي هو ايه يا مستر؟ اللي هو كراسة النشاط اللي انا كنت بستخدمها اثناء تأدية المهارات العملية في نهاية كل وحدة موجودة معايا، المعلم كان بيشوفها وبيصححها، فبالتالي هتلاقيها معلمة ومصححة، ولو فيها اجزاء ناقصة لو سمحت ارجع تاني راجع عليها وكملها عشان لما تدخل الامتحان ما تنقصش درجة مجانية على كراسة موجودة معاك اصلا على مدار العام، اللي هي بتثبت ان سيادتك اصلا دخلت المعمل، تثبت ان انت قعدت او مارست مع المعلم بتاعك معظم المهارات العملية اللي موجودة على كل وحدة في مادة العجائن والمخبوزات. دي رقم واحد. غالبا لو في مادة العجائن فهيبقى عليها 5 درجات. بعد كده هيجي لك 3 نماذج زي ما احنا عربنا، واحد نموذج لخامة، وغالبا هتبقى احدى الخامات المستخدمة في صناعة منتج من منتجات 6 وحدات اللي موجودة عندنا، وسهل كمان ان احنا نتعرف عليه. رقم 2 هيجي لك نموذج لمنتج، وغالبا ايضا هيكون منتج من المنتجات اللي انت درستهم في ال6 وحدات، وقد تكون عملت جزء عملي لمنتجات منها بشكل كبير داخل المعمل بتاعك. رقم 3 هيجي لي نموذج لاداة، وهتبقى اداة موجودة في المعمل انا شفتها واستخدمتها واشتغلت عليها عشان اصنع منتجات العجائن والمخبوزات على مدار العام. 3 نماذج دولت عليهم 15 درجة. لما نضيفهم على الخمسة بتوع الكراسة تقريبا بقى عندنا 20 درجة من اصل 30 درجة في الامتحان العملي لمادة العجائن والمخبوزات. اعتقد لما انا بقول لكل ابنائنا وبناتنا الطلبة ان مفتاح التفوق في الامتحان العملي لما بنمر باللي احنا شفناه ده، او الناس بتراجع معانا الامتحان العملي ايه اللي ممكن يجي فيه، هيكتشف بمنتهى السهولة انه يقدر ياخد الدرجة النهائية في الجزء اللي مر ده، في ال20 درجة اللي مر دولت. كده نهينا الصفحة دي. نيجي بقى على الصفحة التانية. الصفحة التانية عايزة شوية تركيز من حضرتك. الصفحة التانية عبارة عن مهارة من المهارات اللي سيادتك مارستها وأدتها كتدريب عملي على نهاية كل واحدة. لو هذكرك واحنا كنا بنشتغل عملي هنا مع بعض، واحنا كنا بنقول في الوحدة الأولى مثلا على سبيل المثال، فعندنا مثلا العجائن السائلة أو المطاطية أو الصلبة، فكنا بندي نموذج العجائن السائلة وبنقول إزاي نكون عجينة سائلة، فبنقول العجينة السائلة عبارة عن كمية من الدقيق مع كمية مساوية من الماء مع إضافة أو عدم إضافة يا إما الخميرة يا المواد الرافعة، فلو ضفت الخميرة يبقى أنا رايح لصناعة الخبز البلدي، لو ضفت المادة الرافعة فأنا رايح لصناعة على سبيل المثال في العجائن السائلة الكيك، لو مسكت العجائن المطاطية فكنت بقول هي عبارة عن كمية من الدقيق ونصف وزنها من الماء، فبالتالي مع إضافة أو عدم إضافة أيضا المواد الرافعة على حسب نوع المنتج اللي موجود عندي. كان عندي منتجات كتيرة زي القرص زي البقسماط زي الفينو زي العيش الباكت، أنواع كتيرة جدا من العجائن المطاطية. لو بقول العجائن الجامدة كمية من الدقيق وثلث وزنها من الماء مع الاستعاضة بجزء من الدهون عشان أعمل عملية تكوين للعجينة، كان على رأسها صناعة الكحك أيضا أو صناعة بعض أنواع البسكويت اللي بتتطلب نسبة عالية جدا من الدهون. وارد يجيب لي يقول لي دي مهارة تصنيع مثلا عجينة سائلة او مطاطية، فبالتالي هيجيب لي العينة اللي موجودة عندي ويجيب لي الدقيق ويجيب لي المية وشوفني انا بستخدمها ازاي. عندنا مثلا على سبيل المثال
مهارة تصنيع الكيك عندنا على سبيل المثال، مهارة تصنيع البيتي فور عندنا على سبيل المثال، مهارات كتيرة أنا كنت بستخدمها وهنعرض مع بعض، وهعرض لك نماذج للمهارات، وهمسك معاك قد مهارة أو اتنين عشان أقول لك إزاي تقدر تاخد فيها 10 درجات كاملة. إن المهارة عليها 10 درجات كاملة، تلت الامتحان. كل خطوة بتأديها في المهارة بيشوفها المعلم اللي بيمتحنك الامتحان العملي، وارد يسألك كمان فيها أو يسألك في المهارة أو في الخطوات أو في مراحل التصنيع، فبالتالي كل جزء هو بيدون عليه درجة من ال10 درجات. تعال نشوف مع بعض كده نماذج للمهارات العملية اللي وارد تيجي في الامتحان. على سبيل المثال صناعة البيتي فور، التمييز بين العجائن المختلفة، صناعة البسبوسة، تصنيع البسكويت، تصنيع الزلابية، تصنيع الفطائر. دي تعتبر انا بوريك عينة للمهارات اللي قد تيجي في الامتحان، فتفاجأ تلاقي امامك مثلا مهارة التمييز بين العجائن المختلفة اللي انا اتكلمت فيها، لو عندك عجينة سائلة او عجينة مطاطية او عجينة جامدة، وارد تلاقي عندك مهارة تصنيع البسبوسة، وارد تلاقي عندك مهارة تصنيع الكيك، وارد تلاقي قدامي على البنج خامات وادوات لمهارة تصنيع على سبيل المثال الفطائر. طب هو ايه المطلوب مني يا مستر عشان اقدر اجيب 10 درجات كاملة في المهارة بتاعتي؟ المطلوب من سيادتك ان لما قدامك المهارة وانت تبقى عارف هي نوع المهارة ايه، تبقى متذكر في ذهنك الخطوات العملية اللي كنت بتستخدمها عشان تصنع من. فلو على سبيل المثال لو انا قدامي مهارة زي مهارة مثلا تصنيع البسبوسة، فالمفروض البسبوسة لها خطوات في عملية التصنيع، فرقم 1 الخامات اللي موجودة عندي، وزن الخامات اللي موجودة عندي، قد ايه من سميد السمودينة انا هستخدمه، قد ايه من السكر انا هستخدمه، قد ايه من الماء او اللبن على حسب الخامة اللي موجودة هستخدمها، قد ايه من المادة الرافعة لو انا هضيف مادة رافعة. يبقى رقم 1 تجهيز الخامات، ان انت تبقى مجهز الخامات قدامك، ده بيبقى درجات. الاضافة وانت شغال عمليات الخلط، ارجع اذكرك في صناعة زي صناعة البسبوسة، فلما كنا بنيجي نصنع احنا كنا بنفضل نحط الجاف على الجاف، تاني كنا بنصنع كنا بنفضل نحط الجاف على الجاف، يعني لو انا هبدأ فانا هحط سميد السمولينا ده جاف، وهحط عليه السكر واعمل عملية تقليب وخلط. خد بالك انا بقول الكلام ده ليه، لان كل خطوة بدرجة، فلما اجي اقول انا حطيت سميد سمولينا وبعد كده حطيت سكر وعملت عملية تقليب للخامتين مع بعض كده باخد درجات. لما ارجع اقول اصل انا ضفت عليهم كمان المادة الرافعة ثم ضفت عليهم الفانيليا وعملت تقليب فانا باخد درجات. فلو انا عايز اضيف جزء من جوز الهند المبشور عليها عشان يدي طعم جيد لو موجود، فعملية التقليب ايضا مرة اخرى عليها درجات. ما تنساش دي خطوات اثناء عملية التصنيع. لما بضع الجاف كامل مع بعضه واعمل عمليات التقليب فانا باخد الدرجات بتاعتي باستمرار. ولما ابدأ بقى اضع الجزء الاخر من الاضافات فانا كنت عارف ان بضيف ورا المواد الخام الجافة الدهون اللي هي تقريبا كانت كميتها كام يا مستر، كانت تلت سميد السمولينا المضاف. فلو انا هعمل كيلو من البسبوسة
او سميد، دي سميد السيمولينا، فانا هضيف له 300 جرام تقريبا من الدهون، واعمل عملية فري للمكونات السابقة مع بعضها. فري يعني خلط للمكونات. وانا بقول ليه فري؟ لان انا لسه ما ضفتش اي نوع من انواع السوائل اللي بتعمل ربط في العجينة. انا ضايف دهون، قد تكون دهون شورتنج نباتي او زبدة صفراء او جزء من زيت الطعام. في النهاية بتعمل لي عملية بعد التقليب، عملية فري للمنتج بتاعي. فكده باخد درجات. ولما اجي اقول بقى انا هضيف السوائل بتاعتي اللي انا ضايفها، اللي هي ايضا كام يا مستر؟ هي تقريبا التلت، هي الاخرى تاني. وارجع تاني اقول لك ليه بقول الكلام ده، لان الحاجات دي بدرجات. فانت لو خدت كيلو من سميد السيمولينا، فانت هتضيف له في الجاف 300 جرام من السكر، يعني تلت تقريبا الكمية. فانا هضيف له تاني في السوائل بتاعتي الدهون 300 جرام التلت، وبختم بالماء او اللبن او خليط من الاتنين على حسب اللي موجود عندي. فانا كده بضيف كمان التلت. فلما بعمل تقليب للخامات دي كلها مع بعضها كده، انا باخد جزء من الدرجات. لما اجهز القالب بتاعي ويبقى القالب نظيف واتاكد من نظافته كده درجات. ولما ادهن القالب من الارضية واكتب في الخطوة دهان القالب بتاعي من الاسفل، فانا باخد درجات. ولما ابدأ احط الخليط بتاعي واعمل عملية تسوية للقالب بتاعي من الاعلى، فانا باخد درجات. واختم لو انا بقول له في اخر خطوة انا هسوي على درجة وليكن 180 درجة فهرنهايتي او 180 درجة مئوي لمدة 15 الى 20 دقيقة، فانا هاخد درجات. كده انا بفهم الممتحن العملي بتاعي ان انا عارف التجربة بتاعتي، عارف المهارة، فباخد الدرجات بتاعتي بالتتابع. اخدك لمهارة اخرى شهيرة بتيجي عندنا في الامتحانات العملي، هي مهارة صناعة الكيك. وغالبا لو جت مهارة صناعة الكيك، فاحنا غالبا بنسهل على ابنائنا الطلبة وبنجيب له اشهر الانواع، وهي عبارة عن الكيك الاسفنجي، وهي عبارة عن صناعة الكيك الاسفنجي. وارجع تاني اقولك واذكرك، الكيك الاسفنجي كان عبارة عن مقادير متساوية او عبارة عن اوزان متساوية بين كل من الدقيق والسكر البودر والبيض. تاني، هي كان عبارة عن مقادير متساوية من الدقيق السكر البودر والكيك. فلو انا هستخدم كيلو، بالك من الكلام ده، كيلو من الدقيق هيبقى قصاده كيلو من السكر البودر، هيبقى قصاده كيلو من البيض. طب وهو عشان ابقى انا فاهم يا مستر، وهو كمان فاهم، هو انا هوزن البيض؟ ارجع اذكرك ان احنا كنا بنديك معلومات داخل المواد بتاعتنا، وبنقول ان البيضة تقريبا وزنها المتوسط من 50 الى 55 جرام. فخلينا المتوسط 50 جرام، فبالتالي البديهي بتاعي ان انا بستخدم من 20 الى 21 بيضة لكل كيلو من الدقيق المستخدم في صناعة الكيك الاسفنجي. يبقى انت هنا فاهم. وعندنا طبعا اضافة المادة الرافعة اثناء عمليات التصنيع. ولكن انت لازم تبقى مركز في الخطوات بقى عشان يشوفني وانا شغال. يبقى انا عارف ان انا هضيف الجاف اللي هو ايه يا مستر، كان عبارة عن ايه؟ ذكرني تاني. كان عبارة عن الدقيق مع المادة الرافعة مع السكر البودر، وهعمل تقليب، وهرجع اعمل خفق للبيض، هرجع اعمل خفق للبيض كامل مع بعضه، وهضيف له سنة الفانيليا، وابدأ اعمل عملية اضافة للمخلوط ده على المخفوق بتاعي، ولكن على منخل او قمع عشان اصفي اي شوائب موجودة فيه، وانا شغال بالمضرب الكهربائي في نفس الاتجاه. كل دي خطوات باخد عليها درجات. ولما اجي ادخل عملية التسوية فاقول له الدرجة بتاعتي 180 لمدة
ربع الى تلت ساعه فانا باخد درجات. ولو سالني قول لي هو انت ممكن تفتح كل شويه عشان تشوف الكيك بتاعك استوى ولا لا، فاقول له ما اقدرش، لازم افتح تبقى فاتحه مره واحده وسريعه، ومعايا سن السكينه بحطها بسرعه في المنتصف، لو طلعت ما فيش عليها اي نوع من انواع العجين في الكيك، فبيعرف ان انا كده فهمت ان انا ليه ما بفتحش متتالي على الكيك عشان ما يهبطش من المنتصف، فوارد يسألني. ده ايضا درجات، لما بتأدي الدرجات دي وهو بيسألك وبتكتب الخطوات بتاعتها بتاخد 10 درجات كاملة. انا عايزك دلوقتي ومن النهاردة ترجع لكل مهارة، سواء اللي انا جبتها قدامك هنا او اللي موجودة في نهاية كل وحدة عندنا، سواء في الوحدة الاولى والتانية والتالتة والرابعة والخامسة والستة، هتلاقي 3 أو 4 مهارات، اقراهم كويس، تذكرهم تاني كويس، اعرف خطواتهم كويس، لانك مطلوب تأديها في الامتحان، فعليها 10 درجات كاملة تلت الامتحان. اعتقد بعد ما رجعنا كده مع بعض الامتحان العملي ايه اللي ممكن يجي فيه، هتتأكد تماما من المعلومة اللي انا بقولها لك، ان الامتحان العملي هو مفتاح التفوق في مواد التصنيع الغذائي، لان سهل قوي ان انا اجيب فيه الدرجة النهائية. اتمنى في نهاية حلقة النهاردة يكون كل ابنائنا وبناتنا الطلبة استمتعوا معانا واستفادوا اكبر قدر ممكن. كان معكم الاستاذ نبيل عبد الرؤوف على قناة مصر للتعليم الفني، ارجوكم ابقوا معنا.